والله ما ادري. شنو ما ادري؟ سمعيني، انتو توكم على البار، هدي احسن لك. فكري عدل، وايد متهور. شلون اهده؟ اقول لك ان انا احبه. احبه؟ لا من صدق انتي؟ فكري بعقلك مو ياهل انتي. اول شيء يوسف انسان عصبي، كل يوم يوترك، كل يوم يبكيك، كل يوم مشاكل. ثاني شيء حبيبتي هذا انسان مو همته حياته، يا ريت بس سيارات، هم سياكل، يوم ناطلك من السماء، يوم طالع لك من تحت الارض. مينونه انتي؟ ثالث شيء احضر احضر. ايش فيك؟ كليتيني بكشوري؟ صبري شوي. ترى كل انسان عنده عيوب. انتي نفسك عندك عيوب. ترضين ان انا اتخلى عنك؟ اقول لك ترى انا ما راح اضرك. اقري ما بين السطور. زين بس السؤال بسيط. اذا قلت حق يوسف تختارني انا او السباقات، بيختار منو؟ هو يقول ان هذه هوايتي وهو يفرغ طاقته فيها. ما جاوبتيني على سؤالي. بيختار منو؟ انت ولا السباقات؟ ما ادري يا فيه. ما تدري. اذا انت نفسك ما تعرفين غلطتك بقلبه ولا بواثقه منه، شلون بعدين؟ ما ادري. الشيء الوحيد اللي انا عارفه ان انا احبه وما راح اقدر اتخلى عنه ولا اقدر اوخر. عقب لا تقولين ما نصحناك وما قلنا لك. الحياه حياتك والقرار قرارك. انتوا توكم بعلاقه ومشاكلكم كذي وكل يوم تزيد اكثر واكثر. هذا ندل على شيء بيدل ان انتوا ما بينكم لا تفاهم ولا كيمستري. ما يصير الزواج مو كذي. اقول لك شيء، خلينا نغير موضوع لان تعورتي راسي.